انا اتفاجئت ان مهاراته اتطورت، المهارات الحركيه، التواصل، الذكاء الاجتماعي. فالمكان ده كان بالنسبه لي حلم. فبيقول لنا في الصيف بينقوا واحده من الورش دي او كذا واحده، وبيعملوها على اساس ان هم ينموا هوايه وفي نفس الوقت بيتدربوا عشان يبتدوا يشتغلوا بيها. خدنا تدريبات بقسم التخاطب مع متخصصين امريكيين بمجال التخاطب، تدربنا على وسائل التقييم وطرق للعلاج اكثر بطريقه شموليه للطفل، كيف نقدر نحط خطه فرديه ملائمه للطفل بشكل ادق.